يلا شو تيها شوي شوي يلا كمان شفاء عمري 12 سنة من أول ما إجينا لهون 8 شهور عرفت على البنات صار أصدقائي وصرنا نلعب سوا كرة القدم كرة القدم بتنشط أول ما فت على الملعب حبيته عندي أخت ثنتين ومعي ثلاث ريهام عمرها 8 سنين وبراء عمرها 10 سنين احنا البنات الثلاث اكثر اشي انا بحب العب كرة قدم انا قبل هسة ما شفتش حدا يلعب بانتين كرة قدم كنتش العب بسوريا بدأت هون كان عندنا بسوريا ان البنت حي بتطلع من بنات وفي السعدري تخلوني ان البنات لحال والولاد لحال البنات بيحبوا يلعبوا معي اني لاني اقوى من كلهن ومفوت جول اكثر شيء احب الهجوم يا هات بتطلع تلعب تابو مصاره رجعت اللي قلت عن كل سوريا كان وكل شيء صار عندنا صار عندنا احداث بسوريا خلتنا نيجي لهون مشترك اللي بيننا في فريق ثاني